جزيل الشكر لمؤسسة باما على الاستجابة العاجلة التي قدمتها لصالح المصابين في مستشفيات وزارة الصحة في هذا الظرف العصيب. يعني الأصناف التي تم توريدها هي من الأصناف الضرورية لاستقبال وعلاج المصابين. نستقبل الآن الشحنة الثانية من مؤسسة باما، وكانوا قد وردوا لصالح المستودعات كمية من الأدوية خلال العدوان، وكان للأدوية اللي قاموا بتوريدها الوقع الجيد في ظل نواقص الأدوية التي كنا نعاني منها بشكل كبير قبل هذا العدوان، والعدوان فاقم احتياجاتنا لهذه الأدوية. كانت يعني المؤسسة من المؤسسات التي يعني استجابت بشكل سريع ومباشر لنداءاتنا بالإمداد بالأدوية والمهمات الطبية، ونأمل مزيد من الدعم للقطاع الصحي في قطاع غزة.